نحقق في هذا الموقف أننا قلنا إحنا أمام عيدين، عيد الأضحى وعيد العرش، وبهذه المناسبة كنقدموا السلام والتحية كما قلت إلى جلالة الملك نصر الله وإلى الشعب المغربي وكل مواطنين داخل وخارج الوطن بهذه المناسبة. نرجع إلى الكلام على هذه الجائحة التي أصابت العالم بإسره، واللي كتعطينا معلومات مختلفة على حسب الدول والمدن وحتى القارات. كما يعلم الجميع أن في بداية الأمر كانت القارة الإفريقية ما كانش عليها واحد الضغط واحد الهجوم من هذا الفيروس بالمستوى القوي كما وقع في أوروبا مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا، وكما يقع الآن في البرازيل وفي أمريكا. ماذا وقع في شمال إفريقيا؟ أكيد اتضح بلي أن المغرب هو كان سائق هذا القطار في النتائج ديالو. مع الأسف في الأسابيع الأخيرة كاين واحد التراجع في هذا الموقف اللي عطى أسباب متعددة لإحراجات متعددة. ماذا كنا نعيش من قبل؟ كان الفيروس عندنا عليه واحد التحكم قوي جدا، وكنا احنا مطوقينه. فجأة وبعد ما ظهر في منطقة ديال لالا ميمونة فظهرت واحد العدد خيالي فجأة، حتى تساءلنا اشواش احنا نتعامل ونتفاعل مع نفس الفيروس. البحوث المختبرية أو المختبرات وضحت أنه نفس الفيروس، وإحنا تقريبا عندنا نفس الفيروس الموجود في إيطاليا. لكن الشراسة ديالو اللي بانت ولو أن إلا حسبنا الكمية ديال العدد التزايدي بالنسبة للعدد ديال الشفايات راه ما كاين شي واحد بتباعد كبير. إحنا متوازنين في الحالات الجدد، معناه أن كان واحد توازن ما بين الحالات اللي كيبانوا والحالات اللي تيبغاو. كيف ما كان الحال بعد 15 يوم اللي كانوا في الأول غادي يبغاو في الآخر وكيبانوا. كنظن في هذه المناسبات كيخصنا ندخلوا واحد نقط ديال الفرح والسرور على المواطنين وعلى المغاربة، لأن إلا بقينا غير في هذا التشاؤم اللي احنا عايشينه، هذا الرهب وهذا الخوف اللي عايشينه الشعوب. كاين عدد الأطباء داروا بحوث على هذا الموقف ديال التشاؤم وديال الخوف، واللي تبين أن عنده أضرار اللي غادي يطولوا لمدة أشهر أو ممكن سنوات، اللي غادي يكون الأثر ديالهم أكثر من الأثر ديال كورونا نفسه. إذا مشينا نشوفوا الأقصى مستوى ديال الخطورة، أقصى مستوى ديال الخطورة وهي الوفيات، لأن ما كانش أكثر من الوفاة. الواحد إلى مرض الله يحفظ بالسرطان تخوف ديالو شحال باقي له يعيش الله يحفظ باش تكون الوفاة، أو إلى مرض بشي مرض خطير كل واحد كيخاف من المضاعفات ديال ذاك المرض وشنو هو النتيجة اللي يقدر يوصلها وأخطرها بالطبع هي الوفاة. كان شاهدوا باللي أن المراكز ديال الإنعاش أنها تتزايد في كل مناطق ديال المغرب، ومنهم شفنا باللي أن مناطق مثل طنجة وبرشيد وأزبي وصلت واحد الحجم كبير ديال المصابين. هذه يمكننا يخصنا نتزموا بالتخوف، نعم، هل يلزمنا الرهب ونعيشه في واحد القلق دائم؟ لا. ولهذا قلت وأقول وأكرر أن العالم
وبالخصوص احنا نهضروا على البلد ديالنا، اننا بدينا بواحد الازمه صحيه عالميه، مرينا بواحد الازمه اقتصاديه عالميه ووطنيه، لكن التخوف الكبير وهو ندخلوا في ازمه بشريه للصعب للخروج منها. ما هو المفهوم ديال الازمه البشريه؟ هو الفقر والمجاعة وعدم الوجود ديال الصحة، عدم وجود ديال وسائل ديال الحياة، وسائل ديال العيش، أو كتوصل لواحد الدرجة للإنسان ما يخرجش سالم بالكوفيد ولا بلا كوفيد. كنقول بلي أن الكوفيد لا يلزم أن يحطم كل مقاييس الاقتصاد، لأن غادي يكون عنده أسباب لوفيات أكثر من كوفيد. وقلت وأكرر أننا نعيش في واحد الرعب من هذا الفيروس خطير متفقين عليه، ولأن غادي تعيش دولة كلها في واحد الحالة ديال حالة طوارئ. إلى أين الحجر؟ إلى أين؟ لا بدا يوم من الايام خصني ترفع هذا الشيء. هذا هو ما بغاش يمشي هذا الفيروس، نبقاو في الطوارئ حتى لين. معناه لما كتكون واحد الحاله اللي كتفوت 3 شهور كندخلوا في حاله مزمنه، احنا دخلنا في لا كرونيسيتي دو لا مالادي 3 موا. كونت روندر لا كرونيسيتي، من كندخلوا في واحد الحاله مزمنه، ما هو المفهوم ديالها؟ خصنا نتعايش معها كما واحد كيدخل مرض السكري أو فشل كلوي أو ضغط أو هذا كيعيش به، ماشي كتوقف الحياة. ولهذا احنا ملزمين أننا نتعيشوا مع هذا الفيروس كيفما كان. وكان عندي واحد طلب، وهذا الطلب مازال قائم، هو تكون واحد الحملة وطنية، كنظن هذا هو السبب وجود ديالكم، حملة وطنية ضد كوفيد. شنو هي الهدف من هذه الحملة؟ هو اتحاد وطني على الكوفيد. إذا كان أنا أعطيك كيفاش الوصول لهذا الاتحاد. احنا فهمنا بلي أن لا يمكن بتاتا من نجاح في هذا الأمر إلى ما اتحدناش. هذا حرب ضد واحد العدو، إلى كل واحد كيمشي ضرب بوحده ما غاديش يغلبه. لكن إلى وقع حد اتحاد شامل وطني وتقرر أن كل المغاربة بدون استثناء يقولوا احنا هاد 15 اليوم القادمة، وغادي نقول لكم علاش 15 اليوم، غادي نحترموا المسافة ما بين الأشخاص وغادي نديروا الكمامات 15 اليوم فقط. ما بغيناش نرجعوا للحجر الصحي، ما بغيناش الحجر الحالة الطوارئ. 15 اليوم، علاش 15 اليوم؟ لأن الفيروس ولو كيدخل الجسم ديال الإنسان 98% كينتهى المهام ديالو في الجسد في 15 اليوم. حالة نادرة اللي كتقدر توصل 13 شهر اللي كيبقى فيها الفيروس، ولكن ما غاديش نركزوا عليها، وهذوك يمكن يمشيو حتى شهر. اما الى مشينا على المعدل الوطني العالمي، ان الفيروس لا يمكن ان يعيش في الهواء ولا فوق الاسطح ولا فوق البيرويات ولا الكاغيط ولا الزجاج ولا الحديد ولا الالومنيوم، هذا ما يعيش اكثر من 15 يوم. معناه الى ما هزيتيش بيديك وتحتي واحد الموضع فيها الكوفيد وشميتيها ودخلت في التنفس ديالك ما يعديكش. معنى المدة ديال 15 يوم يمكن تغير مستقبل بلد بكامله، وأقول 15 يوم. وإلا مشينا خدينا واحد اتفاق وطني أننا 15 يوم القادمة ماشي توقف اقتصاد، لا أتحدث عن توقف اقتصاد بتاتا أو تشدوا على الناس بتاتا، لا، كل واحد يكون مسؤول
كيفاش يمكن كل واحد مسؤول؟ هو في المخرج قد يلقى هذاك اللي أمامه هو البوليسي، هو الشرطي، هو المخزن، هو المسؤول، غادي يشوفك يقول لك دي لما درتيش كما ما بعد مني، غادي يديرها مع الاول الثاني الثالث. ما كتشوف الواحد ما دايرش الكمامه وتعنقه وانت يمكن فيك الكوفيد، اعطيتيه واحد النسبه عاليه انه يتقاس به. واقول 15 يوم لا يعيش الكوفيد في اي منطقه كان، استثناء نادر ديال بعض الحالات اللي كيبقى فيهم هذاك الفيروس اكثر من ذاك الفتره. ما المواطن خصك تفسر ليه وخصو يفهم، لأن ما يمكنناش ناخذ المواطن كان واحد ما يفهم ما يعرف ما هو كيف كيعرف ياكل يشرب يخرج يشد طوبيس يشد طاكسي، راه كيعرف يدير واحد المهام بسيطه. هذه المهام البسيطه اللي يقدر يحترم لمده 15 يوم يخرج، ما قدرتيش تحمل ديك 15 يوم جلس في دارك. قضية بسيطة 15 يوم يمكننا نغيروا وجهة لهذا البلد في العالم ونكونوا مثاليين في هذا النطاق. 15 يوم بغيتي تخرج مرحبا، عندك الخدمة مرحبا، عندك مهام مرحبا، احترم أبسط الأمور، مترو بينك وبين ودير الكمامات ديالك. الا احترمتي هذه غادي تنجح وغادي تغير الوجهه ديال الكوفيد في المغرب في 15 يوم. شنو هي 15 يوم في الحياه ديال الانسان ديال 70 سنه او 80 سنه؟ بعض المرات ناس كياخذ غير عطله تاع 15 يوم واعتبرها واحد العطله، ما تشوفش شي واحد لمده 15 يوم، ما تشوفوش 15 يوم وما تبلغلوش ذاك الكوفيد اللي عندك او تديه انت وتديه لدارك. 15 يوم فقط، هاد 15 يوم ما يمكنناش نشدو بلاد كلها في 15 يوم. كيفاش غادي يكون التنقل؟ كيفاش يكون الاكل؟ كيفاش معناه غير منطقي باش توقف بتاتا الحركة. حتى بالنسبه للمدن ما يبقاش هاد المدينه نمشي لها وهادي ما نمشي لهاش. واخا تمشي ديك المدينه خصك تحترم ديك المدينه وتحترم دوك الناس اللي راهم فيها، وما تدي لهمش انت واحد المصيبه عندك هزيتيها ديتيها توصلوا. هذا نداء هذا نداء هذه الحمله الوطنيه اللي اطالب بها، وكنت منا انها تاخذ واحد المسار وطني. الى وقع اتحاد، واستعمل الكلمات دي اتحاد، وإذا مشينا الأصل في القرآن حتى أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى يخاطب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، كاين حتى هذه اتحاد والناس في أديان متفرقة. معنى أن إذا جمعتي ما بين الشعوب على كلمة سواء، إذا كانت هذه الكلمة سواء نحن ناخذوها أن نعبد إلا الله ونكون عندنا واحد الكلمة كنجمع بيناتنا، كنظن باللي أننا غادي نساهموا ونرجعوا لباب الدين كل واحد ساهم فيها. هذا شيء قوي جدا، هذا الكلام اللي غادي نقول كل واحد اللي ساهم في هذا البرنامج ونجح غادي يكون في الصحيفة ديال ومن أحياها كما أحيا الناس جميعا، قد يدخلوا في هذه الصحيفة. هو الله سبحانه وتعالى لم يفرط في القرآن من شيء، هو اللي يوحي خصو يرجع القرآن، ورجعنا القرآن ولقينا الجواب، لقينا الجواب في القرآن، الجواب كاين في القرآن. سورة الحجرات راه هي راه ستلزم الاوائل من حمى صحه الانوال ويدخلوا في هذه المحاربه ديال هذا الوباء. كيفاش تشوف انت كيفاش عشتي واحد التجربه؟ يعني تجربه بصراحه التجربه اللي درناها هي التجربه اللي غادي تبقى في التاريخ، لان خلينا 90 حاله عجنا 93 حاله ما توفات حتى حال، وهذا فضل من عند الله.
كان عندكم تنسيق مع وزارة الصحة؟ إيه كنا إحنا يا المهام ديالنا هو أن كترسلنا وزارة الصحة الحالات وإحنا كنشاف نتابعهم ونعالجهم، كان واحد تضامن في هذا النطاق. وكنقول قلتها البارح في واحد المحاضرة أن لا يمكن أن يكون عندنا جوج الوزارات، وإلا خصنا نطلبوا بها، كان وزارة الصحة العمومية ووزارة الصحة الخاصة. دابا حنا كنا كيبان بلي حنا امام وزاره الصحه العموميه، كان الاطباء ديال القطاع الخاص خارج النطاق، المرضى كلهم كيمشيو غير كيمشيو كلهم غير القطاع العام. وتبين بلي ان القطاع الخاص عنده موفر بواحد الوسائل يمكن يحامي ويعاون. الآن تبين بلي القطاع الخاص عيا، و كيمكن كان 26,000 طبيب، حنا ما عندناش 26,000 حالة، كان كل واحد يتكلف بمريض غير بالتليفون معنويا غادي يطلع، يتصل به غير بالفيديو كونفرنس غير بالواتساب غادي يقدر يجاوبه ويطلع. وما نضدش أن شي طبيب غادي تقول له الله يخليك لمدة 15 يوم مرة في شهرين غادي تقابل مريض، قول له نعطوك مريض مرة في 15 يوم على شهرين. معنا الآن محتاجين 4,000 طبيب ليتصلوا مع هذا المرضى، وعندنا 26 هي ما غادي تجي النوبة ديالك حتى بعد واحد شهرين، نعطوك يا مريض واحد، هذا شيء بسيط. وهذاك المريض مسكين غادي يلقى مع من يتواصل ويهضر ويتكلم، انا بغيت واش ندخل الدار، ما عرفش. الاطباء كلهم عارفين كيفاش يتعاملوا الان مع هذا الكوفيد، وخاص القطاع الخاص والقطاع العام يكونوا قطاع لمصلحه المريض والمواطن. انت طبيب، يعني هل تشوف ان اعاده الحجر الصحي صالح ام لا؟ هو باش نكون واضح، رجوع الى هذا الموقف ديال الحجر الصحي صعب جدا. علاش؟ لان ما كاينش غير العلاج، الصحه راه ما فيهاش غير الجسد، فيها الجانب النفساني اللي مهم. الى الجانب النفسي كان منهار، كيفاش غادي تطلب مع شي واحد يعاود يرجع؟ الاول كان واحد الطاقه ايجابيه، وكخصنا نلقاو وسائل اللي يمكن لها تفاعل مع المواطن بطريقة اللي هو كيفهمها، ماشي اللي احنا نفهموها. خصنا نكونوا في بلاصة المواطن ونعرفوا كيفاش ونمشيو معاه تدريجيا في ذاك النطاق ديالو. بالطبع انا المعاملة في فرنسا ماشي في امريكا، ماشي في اليابان، ماشي في المغرب، ولكن كل دولة كتعامل مع المواطن بالطريقة اللي كيتفاهم هو وياه فيها. وكنظن المواطن عنده الحق في الكلمة، وإلا كان شي حاجة خصو يعطي الكلمة ديالو حتى هو، ونشوفوا الموقف ديالو وكيفاش. أما غادي دير شي حجر اللي ما غاديش يكون كيتنفذ، صعيب. بحال اللي قلت تقدر تدخلو من الباب يخرجوك من الشرجة، ومن الشرجة يخرجوك من الباب. دونك كاين واحد راه ما كاينش ما أسهل على حسب المفهوم ديالي من هذا الفيروس. هو واخد نقط الضعف ديالنا باش كيتنمى، وعارفنا ما غاديش نحترمه، وعادك الاحترام اللي ما كدكش هو كيستغلو. هذا هو نقطة الضعف ديالنا. موكا كان تآلف واتحاد وطني عام، وباش يمكننا نوصلو، علاش ما يكونوش تحاليل في كل المختبرات ديال المغرب؟ علاش ما يكونوش تحاليل سريعة حتى في الصيدليات؟ علاش واحد شك في راسو يخصو يضرب طوبيس كار يضرب 4-5-10 كيلومتر يبقى يتسنى وما يعرفش حتى اللي يعاود يرجع هو في الكوفيد، وممكن فارماسيان غير حدا يدير له واحد تيست رابيد ويدير له الاولاني ومن بعد يدير له الثاني من بعد 5 أيام ولا 6 أيام، وزياده ماشي غالي بحال بي سي ار ديال الانف، ويتعمم ويتسهل ويدير له تاف الانترنت وحتى بالتنقل حتى للدار يجيبوا لك التيست ديالو. غير كتشهد على نفسك انك كتعطي باللي درتي ديك التحليله وكانت ايجابيه، لان انت ملزم بتصرح واش فيك او ما فيكش الكوفيد. ملي كرجعت هذا مرض
موعدي وخصو تصريح قانونيا تصريح مجبر يحلوا البيبان. كل واحد عنده الحق يمشي يدير تحاليل. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.